مساء الخير، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل من اختار مرافقتنا عبر الفضائية الوطنية الأولى في هذا العدد الجديد من منوعة ليالينا. كالعادة في بداية منوعتنا نحب نحيي فرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور مبروك، تحية ليه ولكل العازفين، جي جي كاسوس، الجمهور اللي حاضر معانا اليوم. وأكيد نبدأ بالترحيب بضيوفي، سعيدة جدا اليوم باستضافتهم لأنه عندي زوز ضيفات من الجيل النجم نقولوا الجديد اللي قاعد ينشط ما شاء الله عليهم، قاعدين يقدموا في إنتاجات خاصة وفي كل مرة نشوفهم في لون معين. سعيدة جدا باستضافتها، هي تحمل نجم نقولوا صوت جميل وأيضا شكل جميل. سعيدة جدا باستضافتها اليوم سيرين ميلاد، مرحبا بك عزيزتي. ميرسي، شكرا على التقديم الرائع، وانا فرحانه اليوم اللي انا موجوده بحذاكم في قناه الوطنيه. نسلم على المشاهدين الكرام، على الجمهور الحلو هذايا اليوم اللي باش نعمل معاه جو ان شاء الله، على فرقتنا الموسيقيه وعلى زملاء الفنانين، وان شاء الله يا ربي تعديوا معنا سهريه حلوه. مرحبا بك سيرين يعني. واكيد باش نستمتعوا بالصوت هذايا وبانماط موسيقيه مختلفه الى جانبك. انا نحب نسميها كالعسله لانه هي زاده تجمع ما بين الثقافه الموسيقيه وايضا الجمال. شوفوا على محلاها خوله الطاوس، مرحبا بك يا خوله. ميرسي نادية، عايشه في فضلك. ميرسي، انا سعيده باش انا بحذاك اليوم واخيرا جيت بحذاك اليوم واخيرا بعد عام تقريبا. اي ميرسي، شكرا على الاستضافة عايشة. يعيشك. إلى جانبكم فنان عنده 37 سنة فن، قليل الظهور إعلاميا، ولكن هو من أجمل الأصوات التونسية، الفنان المتميز فؤاد بالشيخ. مرحبا بك. يعطيك الصحة وخير الأدب، ميرسي بوكو على الاستضافة. إن شاء الله اليوم باش نقدموا برشا جديد. إن شاء الله. برشا جو. جيتنا بجديد اليوم. ديما بجديد الحمد لله، كل عام لازم نسجل 3 4 5 والكليب جديد وبرشا حاجات. وميرسي بوكو على الاستضافه. مرحبا بك، نورت الجمهور اللي تجيو معنا ان شاء الله هذيلا. ان شاء الله. الى جانبك فؤاد زميلتي العزيزه كريمه الوسلاتي. مرحبا بك يا عزيزتي. اهلا وسهلا نادية، تحياتي لكل مشاهدي الوطنيه الاولى. سهره مميزه كالعاده، وكالعاده باش تكون عندنا الجوله الفنيه باش تسافر بينا اليوم. كالعاده نسافر بكم باش نعملوا رحله روتردام المره هذه، لو ناخذ تفاصيل ونرجعوا بعدها لتونس. نرجعوا لتونس، المهم نرجعوا لتونس. طبعا ديما في تونس طبعا. يعيشك كريمه، ان شاء الله هذايا تو نكتشفوه من خلال فقره الدنيا فن. وتوا البدايه باش تكون مع الفنانه المتميزه سيرين ميلاد وسهر الليالي. سهر الليالي، يلا بتشجيعكم. Thank you.
Oh,
شكرا. شكرا للفنانة سيرين ميلاد والشبيبة لهنا عملت معك برشا جو. وحتى عندنا أعمار وكبيرة في الببليك وعملوا معك جو، نوجه لهم تحية. نبوسكم واحد واحد. يعطيك الصحة، عطيتنا برشا نشاط وحيوية في بداية المنوعة. وأكيد اليوم جيتنا باش تحكي لنا زادة على جديد، ولكن خلينا مادام أنت عليت لنا هكا الريتم، خليني نمشيو من الجو هذاك، الجو وردة الجزائرية مع خولة تاوس. شو اخترت لنا؟ أكذب عليك، شو غني وأكذب عليك؟ أكذب عليك بصوت الفنانة المتميزة خولة تاوس. تفضل خولة. عارف كان أجمل شيء في حياتي.
ايوه صح. يعطيك الصحة، شكرا للفنانة المتميزة خولة طاوس على أداء هذه الأغنية الجميلة، والأداء كان رائع، محليها بالحق، محليهم الأصوات التونسية. قديش عنا أصوات جميلة في تونس معروفة من ونعتز بها برشا برشا والله. عنا أصوات عملاقة وكبيرة، والحاجة الباهية نداء اللي في تونس تلقى الستيل الكل، معناها فاغيه، تلقى اللي يغني الغربي كأنه مولود في أمريكا بالضبط، وتلقى اللي يغني الهنداوي، وتلقى اللي يغني كل الأنماط الموسيقية يعني ما شاء الله. كيقولوا تونس وليدة في الأصوات ما يكذبوش. يقولوا نغنيو شوية هنداوية هنداوية قبل ما نمشيو للتونسي، آية ترسم آية بارا ناخذوا شوية هنداوي. يقولوا أكيك على ذكر الهنداوي يسيري شاي ناكوتشي بوتشا Kuch baga tu ni de biniya chudiya tu hi dil tu hi kaya tu hi apna banaya nar kuch na janu bas itna hi janu tujh mein rafat kita तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं रब ने बना दी जूरी الكلام مانيش فاهمين. لا صحيح الكلام راه صحيح. اهاي كريمة كريمة تحب الدقة راه النغمة هو حتى كان الكلام مش صحيح مانيش باش نفيقوا به كريمة. تو ثبتوا من بعد مش مشكلة. اسمع ماهوش مريق المشي معكم سافا. يا باهي عن الحب عن الحب. اه يا باهي ما دام على الحب سافا. هو النغمة الهندية حتى فؤاد توا غزيت وسائل التواصل الاجتماعي، ولينا نشوفوا في التيك توك يعني حتى لي تراند بالضبط لي تراند الكل بالاغاني التيك توك الحقيقة مش كان الاغاني فترة الاخرى كلها كل ما هو عنده علاقة بالهند. اي صراحة الله يعطيها الصحة تبارك الله عليها بحق صوتها مشى في الغربي مليح والله. اسمع مريضة راني مشى حتى في الهندي وزاد وتاها برشا فهمت انت الهندي اللي كانت تغني فيه فهمت فؤاد وتيها وتيها قال انا اعطيني الموسيقى حلوه شهادة كبيرة راهو من عند فؤاد. اسمعني وحاجة أخرى، أنا كنت في بالي ومشيت عملت ساوند هيلينغ والتيتشر اللي جابوه هنداوي الإحساس الروحاني اللي حسيت به وقتها قسما بالله فنانين هما هو كي بدا يغني أنا حسيت الروح متاعي حرفيا خرجت وعاودت طلعت ملا صوفية عندهم وملا خويين برشا بصراحة حاجة اي عندهم خصوصيتهم وعندهم يعني تحسهم لحد النخاع يعني بالضبط الموسيقى نتاعهم فوالا نمشيو لموسيقتنا موسيقى تونسيه موسيقى اللي زاده نحبوها وعندنا احساس خاص هكا كي نسمعوا النغمه التونسيه شنو باش تقدم لنا فؤاد؟ باش نقدموا جديد ظنيت في العشق حقيقه هي غنات بالهنداوي على الحب انا على العشق الله الله بالتونسي باش تغني لنا بالتونسي على الحب التونسي جامل الهندي يا بنت الصندي توا بتشجيعكم الفنان المتميز فؤاد بشير Mm-hmm.
الجاب والبودات في معنا انا دخلت السوق السراجين في المبديه القاهم سروجات والبودات في معنا استفتح الدلال بألفين ومية والفين للدلال البشكانة كانوا يا ولدي شنسك عنا هدية وابوها من قبلها ملنا قالوا الطفلة الحسنة يا ندى يا حسنة قالوا الطفلة الحسنة الخير على جثتها كل يوم يزيد وعمل فراق لمشو معيد ودار تلات بديها في الخلا ودار تلات بديها في الخلا راهي تقعد مكتلة وما ظنيت وحرك يحكيولي على لساني اتشرد متشرد بين الجبال قالولي خارج يتصيد هايم في موجة البحار يا بني كوني كوراجة عمي ما همشي حاجة والعشة بطل زواجة عجلك ذقت المرة عجلك ذقت المرة خير كلميني يا بنية حبك كاويني يا بنية خير كلميني يا بنية حبك كاويني يا بنية حبك كاويني ماشي البوك وعاهديني يا بنية الكرمة كلميني كلمة والملجا في عين الكرمة في ليلة ظلمة حل شعرك كتفيني كلمة تزهيني كلمة تبكيني كلمة تزهيني كلمة تبكيني كلمة تزهيني حل شعرك كتفيني يا بنية
قلبي ذا بالحب كوالي يحلي لي يا ناس لا نرقد لا النوم يجيني لا نسبح لباس قلبي ذا بالحب كوالي يحلي لي يا ناس لا نرقد لا النوم يجيني لا نسبح لباس كلمة تزهيني يا مبيا كلمة تبكيني يا مبيا كلمة تبكيني خذي العهد سامحيني يا بنيا غنيلي العشق احكيلي كبتي طريق العشاق ما ضليت القلب تيجا ما ضليت احرام ما ضليت احرام شكيت لاجبان شك منشار تميز فؤاد بالشيخ. وكان هذايا كوكتيل فؤاد كنت قدم لنا الأعمال هذايا اللي كنا نسمعوا فيها. عندي كليب جديد بدعم من وزارة الثقافة خليتني ومشيت اللي هو ما زلت ما عديتوش أول مرة باش نتعدى معاكم إن شاء الله. عندي من سلم فيك
أي. عندي ظنيت في العشق حقيقة، عندي برشا برشا برشا. الأغاني اللي قدمتها تا كل جدد جدد, جدد. شكون الشاعر والملحن؟ خلنا نعطيهم حق. ظنيت في العشق حقيقة كلماتي والحاني، أي. تحت شبيك كلماتي والحاني، اكتفاء الذاتي. لا ناخو وقتي ناخو. اي لا والله يعطيك الصحة، حلوين ولا ديما النغمة التونسية هكا نحبوها، وفما فما فما فرحة في في أغاني. أخرى ندى مهم برشا إنه الفنان يكتب ويلحن، خاطر الحاجات اللي باش يكتبوا مولوده يخرج من قلبه. أنتم خذتوا تجارب في الكتابة والتلحين في اليوتيوب، وأنت زادة خولة شوية كتيبة شوية. وحدي هكا شويه كتيبه ما خرجتش. ما زلت الساده المشاهدين نقول لهم يدخلوا عندي اغنيه لحنتها عراقيه، يدخلوا يشوفوها على اليوتيوب كيف كيف اغنيه اللي صورناها في المالديف يلا كيف كيف من كلماتي من الحاني انا قصدي، وعندي برشا اغنيات اخرين هكا يدخلوا يعملوا طلع. عطاو نسمعوا شويه، عاد سمعتنا الهندي لازم تسمع لنا العراقي زاد من بعد ان شاء الله. هي قال حاجه مهمه فؤاد انه الاغاني بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه، مش الاغاني الكليب. الكليب التصوير، ثم كليب التصوير كلماتي والحاني، خاطر زاد الدعم مهم يحل الجوانح للفنان. يحل الجوانح وبالحق معناها يلزم واحد يقول راهو فما عباد تعاون فينا. دونك لازم يستعرف ويقول راهو بالحق، يعطيهم الصح وزاره الثقافه اللي هما دعمونا والحمد لله. لا جميل، والحاجات هذه اكيد تضيف للفنان وتضيف زاد للموسيقى التونسيه طبعا. وتشجع الفنان اكثر المدونة الموسيقية. يعني هو يكتب ويلحن ما شاء الله عليه وصوته جميل، فعلي ليش لوزارة الثقافة زادة ما تدعمش الأصوات كيف وإيد وحتى الأصوات الشبابية؟ برشا شعراء وبرشا ملحنين كما لزهر الشعير وصعب الشعير جليل العويني، تحية ليهم مبدعين. يعني الناس كل تعاملت معاهم وعلاقة طيبة برشا ما شاء الله، فما أكثر من 90 غنية. حاجة أخرى بلي نحب نوجهها للشباب، سواء فما دعم ولا ما فماش، اخدم على روحك وكبس في حلمتك وفي طموحك بأي طريقة. راه الإنسان اللي يحب يوصل صحيح طريق النجاح صعيب والاستمرارية أصعب من النجاح، لكن راك كان عندك الموهبة من بروحك ما تستنى يدعمك حد. احنا اوكي يعطيهم الصحة وزارة الثقافة على الدعم، لكن ما يسالش اخدم بروحك وراهو تلقى. واحنا اللي لاحظناه فيك ولا في خولة بالحق انكم تخدموا برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، تعاودوا توزعوا الاغاني وتعاودوا تقدموها بطريقتكم انتوما. لا انا ما كافرز، انا اغنيه هي خولة وهي هذه طريقه تعجبني برشا. هذه طريقه زاده للانتشار جميله برشا خولة. انا برشا كيما برشا معني اول ما بديت بالكافرز الحقيقه وما زلت نخدم عليهم، خاطر الحق فما برشا يوتيوك وعاونوك في الانتشار يعني على ولا هذاك علاش انا نحب ديما نخدم فوالا ديما ونصورهم ونخرجهم بايماج هكا حلوه، نحاول بيان سور وان شاء الله تعجب العباد. اكيد التوجه مهما كان بالنسبة ليكم هو في خدمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي واللي تتعاون برشا الفنان. أما هذا ما يمنعش أنه يلزم أي إنسان أي فنان بريتو يلزم يخدم الانتاج نتاعه الخاص. أي لازم هذاك علاش والله احنا ديما نشجعوا. حاولت اني نخرج حاجات وان شاء الله باش نسمعوه ان شاء الله. ان شاء الله. اما فؤاد يا نداء علاقته بالتواصل الاجتماعي خممتش تعمل كفر هكا؟ والله اللي خممت كل الناس هذا كل حاجه عندها مالها. اي تو تنجم تولي مولاه زاد بالحق. علاش؟ اي علاش لا؟ علاش لا؟ لانه زاد وسائل التواصل الاجتماعي مهمه جدا. نحب نحيي فرقتنا الموسيقيه بقياده المايسترو انور المبروك، تحيه ليهم لانه نوعتوا في الانماط الموسيقيه وما شاء الله عليهم كل العازفين. استاذه كبار تبارك الله، استاذه ما شاء الله عليهم. توا باش نمشيو للدنيا فن، الفن نتاع كريمه. الفن وشنية الجوله اللي باش تعملها بينا كريمه؟ الجوله ندى باش تكون على جزئين، الجزء الاول باش يكون الحقيقه يعني تونس ومش تونس، باش نمشيو زاد الامارات، لكن في الجزء الثاني باش نمشيو روتردام سبيسيال مواكبه خاصه بالتلفزه الوطنيه في مهرجان روتردام للفيلم العربي. لكن خلينا نبدا في جولتنا الأولى في الدنيا فن. أكيد البداية باش تكون من مسلسل مهم جدا اللي هو مسلسل البوم، مسلسل هو إماراتي إخراج التونسي لسعد الوسليتي اللي تعرض في رمضان اللي فات. يقول قالاش نحكيوا عليه المسلسل على خاطر أولا قال نجاح كبير برشا، قال نجاح كبير برشا، تونسي مخرج تونسي وأول مسلسل تاريخي في الإمارات. هذا هو إجابة صحيحة. صحيحة عندك 10 على 10 الجائزة. رحلة لوين تحب اختار؟ نمشيو للهند. نمشيو للهند ولا فكرة.
دونك المسلسل مشى زاد البوم برشا رحلات هو عمل السفينه ذي عملت برشا رحلات. التونسي سليم عرجون توج مؤخرا في مهرجان الخليج للاذاعه والتلفزيون. بس صحيحه عندك 10 على 10 الجائزه رحله لوين تحب اختار؟ نمشيو للهند. نمشيو للهند ولا فكره. دونك المسلسل مشى زاد البوم برشا رحلات هو عمل السفينه ذي عملت برشا رحلات. التونسي سليم عرجون توج مؤخرا في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون اللي أقيم في البحرين وكان مرشح مع أمين بوحافة ومع محمد ناصف في الموسيقى التصويرية، والجائزة قالت إلى سليم عرجون عن موسيقى مسلسل ألبوم. ألف مبروك نجاح تونسي آخر. نجاح تونسي آخر خاصة موسيقى في الموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية لما يكون خارج حدود الوطن. والحقيقة سليم ولسعد عملوا ثنائي مميز في الأعمال مؤخرا بعد دكة العبيد مرة أخرى في ألبوم. ألف مبروك لي سليم عرجون هذا التتويج. مبروك. أكيد يستحق تصفيقة كبيرة فعلا. لأنه من الشباب المميز جدا. نجم تدخل تفضل. أنا سعيد جدا كي سمعت تو أمين بوحافة. أمين بوحافة أنا أعطيته أول أغنية وزعها هو مازال صغير وبالحق السيد هذاك قلت باش يطلع معناها إنسان كبير. آمنت بالموهبة نتاعو معناها. إنسان قوي برشا عازف ممتاز وموزع عنده دي ريشيرش ما شاء الله عليه. هو صغير هو صغير وزع لي أغنية من معناها أغنية بالحق إن شاء الله مناسبة أخرى نغنيوها إن شاء الله. إن شاء الله. أمين بوحافة زاد من المميزين وخدم آخر أعماله مسلسل الحشاشين. نمشيو لمطماطة. مطماطة حنيجينا. مطماطة محلاها. مطماطة إحدى معتمديات ولاية جابس. أجمل المعتمدين بالفعل. وعندك فيها ذكريات يذولي. والله ذكريات قناة 21. أي ذكر مع بعضنا المشية في الجنوب وإحنا. لكن المشية متاع الجنوب. أي بالفعل. وكل قديش فرحوا بينا برشا أجواء كانت وقتها في قناة 21. دونك مطماطة جاوها السينما الدور الكاميون اللي قاعد يدور. أول رحلة باش تكون في معتمدية جابس باش تكون في مطماطة. احني جينا إذن باش يكون الرحلة في مدينة مطماطة بمجموعة من الأفلام باش تكون 7 و8 و9 جوان. يعني البارح واليوم وغدوة في الجزء الأول من جوان، لأنه في الفترة الأولى من جوان، لأنه كذلك فما أيامات أخرى باش يكون الكاميون أمام مكتب الإرشاد السياحي في مطماطة. أهلي مطماطة أكيد باش تستغلوا الفرصة وتحضروا برشا أفلام في وسط الكاميون. من الكاميون باش نمشيو لحكاية مهمة برشا، ديما نحكيو على الذكاء الاصطناعي ونحكيو على الملكية الفكرية ونعرفوا الفنانين يهمهم برشا الموضوع هذا. ندوة اللي نظمتها مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كانت على امتداد يومين. الحقيقة موضوع مهم برشا وطال انتظاره، وأخيرا المؤسسة كانت في الموعد. برشا أسئلة طرحت في هذه الندوة، أهمها مثلا شكون وقت اللي يقع إنتاج إبداع بالذكاء الاصطناعي، شكون اللي يمتلك الملكية الفكرية؟ مصير الفنان التقليدي بعد ما يطغى هذا الذكاء الاصطناعي اللي نجم يهدد برشا مهن كما مهنة المذيعة. هو يهدد ولكن يهدد. هو تقنية لابد منها، لابد منها، يعني لابد من مجاراتها ومن مجاراتها بحذر، خطر بحذر برشا بحذر شديد على القوانين. والندوة ناقشت حتى المسائل التشريعية. علاش قلت أنا حتى أحنا هددنا؟ خاطرين باش نمشي تو المهرجان الاذاعه والتلفزيون، فما ضيف مهم برشا باش يكون حاضر مع مجموعه من الضيوف. كنت انا من بين الاصوات اللي نعملوا سبوت، توا بدلونا بالذكاء الاصطناعي. يا كيف ما عادش نسمعوا صوت كريمه الوسطي، ما عادش نسمع صوتي في الومضه الاشاريه نتاع اتحاد اذاعات الدول العربيه المهرجان. فما اصوات الشرم يقتلوا حتى شيء. راهو ماكش تحرم برشا تنجم تسمعني في الاذاعه. ماكش تحرم برشا تسمعها في الاذاعه. كريمه ونجومها، كريمه ونجومها وهواء العربي موجودين. دونك المهرجان الاذاعه والتلفزيون باش يكون في اخر جوان اكيد برشا. هو مسيره يمكن للغزو هذايا نتاع الذكاء الاصطناعي. لازم اما ديما نقولوا احنا بحذر باش ما نكونوش بمعزل على اللي يحدث حولنا. دونك برشا نجوم من الاذاعه والتلفزيون باش يكونوا حاضرين. فما شويه هكا معلومات تقول انه الممثل القدير فتحي عبد الوهاب باش يكون من بين ضيوف المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. فتحي عبد الوهاب اللي اخر زياره كانت له في تونس 2016، وهو اخر عمل ظهر فيه مسلسل الحشاشين، كان عنده دور بارز في هذا المسلسل.
أساس نقول مرحبا بفتحي عبد الوهاب في تونس ومعاه كذلك بقية نجوم مهرجان العربي للإذاعة بكل ضيوف تونس وأكيد نعم. مهرجان الإذاعات معناها المهرجان للتلفزيون نعم. لازبو باش يكون عنده ديما رونقك الخاص بي وديما فيها الميزة اللي خاصة بي أكيد نختم بالاشتراك مع التلفزة طبعا التلفزة والإذاعة التلفزة والإذاعة نختموا بالاشتراك مع التلفزة والإذاعة نختموا بسوسة نختموا بسوسة لأنه ملتقى المبدعات العربيات الدورة 26 باش تنطلق إن شاء الله يوم 13 جوان وفيها مجموعة كبيرة برشا من المبدعات العربيات اللي باش يحكيوا على مسألة المواطنة ومن أهم الضيوف والأسماء باش تكون فما أمنة رميلي باش تكون فما دكتورة أميرة غنيم اللي هي المنسقة للملتقى العلمي باش تكون سونيا مبارك وجيه جندوبي ضيوف من الجزائر ومن المغرب ومن مصر باش تكون إيناس دغيدي حاضرة ضيفة في الملتقى وأكيد تفاصيل أخرى إن شاء الله تكون في حلقة أخرى من ليالينا يعطيك الصحة يا كريمة عايشك. دائما بأخبارك محلاها وطريقتك في الطرح وإحنا رانا مانيش باش نبدلوك بالذكاء الاصطناعي بالحق في نقعد أنا هي تقعد أنت بيدك كريمة ميرسي نادية شكرا باهي كريمة كي نقولوا أبو المالوف التونسي كي نقولوا اللي أضاف للموروث الموسيقي التونسي وللمالوف في المغرب العربي قولوا نقولوا طاهر غرسة طاهر غرسة هكا ولا تعرف اللي احنا هالأيامات بالضبط نعم. ذكرى وفاته على هذاك باش ندعوك أنت وكل السادة المشاهدين وكل الحضور إلى لمسة وفاة لأبو المالوف التونسي المرحوم الطاهر غرسة لزميلة الروبورتاج أكيد لزميلة زهرة فضلي مونتاج بثينة رديدي ثم نواصلوا أجواء منوعتنا تفضل أكيد وقت اللي نقوله المرحوم الطاهر غرسة كريمة نقوله الحمد لله إنه فما استمرارية طبعاً. عن طريق زياد غرسة والأصوات عديدة زادة في المالوف أثر التونسي. برشا وزياد زادة من بين الأصوات المهمة جدا مهمة اللي مشي على خطوات والده وكيف برشا فنانين أخرين كي نقوله زياد غرسة زادة نذكره سفيان الزايدي تقريبا زادة عمل نفس يعني فما أسماء اللي قاعدة بطريقتها تحافظ على كل موروث الموسيقي هذاك من المالوف وهذا مهم أكيد جدا أي سمعنا دي جي كاسيوس بذية تونس أغاني جميلة جدا أغاني جميلة جدا وبالحق موروث موسيقي نعتز به في المغرب العربي لأنه تعرف كريمة أنه المغرب العربي يضم يعني المالوف كموروث موسيقي العديد مشترك. من البلدان وهو موروث مشترك قديش نعتز بالمرحوم القدير طاهر غرسة وقديش نعتز أيضا بزياد غرسة لنوجه له تحية ونرجع لأجواءنا سيرين شنو باش تسمعنا تو؟ نقولوا حاجة تونسي يلا بتشجيعكم
يعيشك. يعطيك الصحة، شكرا ليك. ربي يخليك يعيشك. نغمة تحية للجمهور هذايا، تحية ليهم فعلا. سيد أنور مبروك، العازفين الكل يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة، وأكيد النغمة التونسية ديما جميلة ومختلفة. وخولة اليوم جيتنا بجديد إن شاء الله. آه؟ جينا بجديد، نحكيو شوية على الأغنية. أي أكيد نعطيوها حقها. أكيد عندها تقريب جمعة خرجت أغنية أي. اللي هي كلمات وألحان حمدي المهيري وإخراج ياسين العويساوي. تحية لي حمدي، تبارك الله عليك قاعد يعمل فيه. بالحق تحية لي حمدي على خاطر يعطيني إنرجي ياسر مزيانة. معناها وانت تعرفوا سيرين، خدمت معاه وكانها صحيح. يعطي انرجي، راحه كبيره، تخرج لك صوتك كما انت تحب، كما انت تحبوا. تحق تحيه ليه حمدي المهيري. خوله شنو العنوان نتاع الاغنيه؟ عنوان الاغنيه اللي اسمها سير، كلمات الحان حمدي المهيري، حمدي المهيري واخراج ياسين العيساوي. واخراج ياسين العيساوي. نسمعوها مع بعضنا ونشوفوا الكليب على الشاشه مع بعضنا. تفضل بتشجيعكم الفنانه خوله تاو.
يعطيك الصحة. عايشك. شكرا لك. كان هذا جديد خولة طاوس على شاشة الوطنية الأولى، وإحنا نحبوا ديما نشجعوكم ونقدموا لكم هذا جديد نتاعكم. ومحليها الأغنية عايشة. فيها روحك مزيانة سهل الممتنع هكا ولا كريمة؟ فيها وإيقاع شبابي عصري موزعة بالكدا بالكدا، يعني نتصور أنه باش تكون حاضرة الكليب. حتى الكليب مزيان، الصورة مزيانة برشا. خصوني بخدمة الكليب بصراحة بمواصفات مشرفة وعالمية. الحمد لله. كل الاختيار نتاع الشوا نتاع اللبسة برافو خولة. ميرسي عايشة. اللون الأبيض كان طاغي. فؤاد شكون؟ وصورت مع سامحني صورت مع نفس الموديل اللي صورت معاه أنا بالكليب نتاعي غازي نقدم له تحية. تحية لغازي. فؤاد شكونك في التصوير ككل والكليب والأغنية؟ حلو، تحسها حاجة عالمية، حاجة كما في لبنان كما في الخليج، حاجة مزيانة برشا، وهذا يدل اللي عندنا شباب قاعد برك الله قاعد يقدم في برشا حاجة. ومهم برشا زيدا الانتاج الخاص بالنسبة أكيد أنا ديما على قد ما نحب الكوفرز على قد ما توا قاعدة نحرك على الانتاج الخاص. وإن شاء الله فما جديد، أكيد قاعدة نخدم على حاجات جديدة إن شاء الله. أغنيات فما أغنية إن شاء الله باش تهبط من كلمات وألحان أرمستا. دونك ننتظروا إن شاء الله. إن شاء الله خليك ديما في حركية، صوتك محليه، حضورك محليه. بالحق فما التكوين الأكاديمي اللي هو مهم برشا، وعليش ليه إن شاء الله نشوفوك بالحق حتى عربيا إن شاء الله. الصوت هذايا منتشر، محليك ومحلى حضورك بالحق. سيرين أنت بيدك قدمت كليبات برشا وعندك جديد، شنو تسمعنا حاجة من جديد تحب؟ والله ماذا بيا كان نعديو شوية من الكليب اللي تصور في ماتماتا في قرية تواجوت الأمازيغية اللي نقدم تحية كبيرة، نشوفوا منه شوية تواجوت وكليب مزيان برشا تصور في بلادي جيبس اللي تعز علي نسلم على الجويبسية الكل، تحية لكل أهالي ولاية جيبس أكيد. حبك ضرب قلبي وهرب. تحبوا تشوفوا اكستري؟ نشوفوا شويه لانه احنا نحبوا نشجعوكم على جديد، وانت زادة عندك جديد خلينا نوريه منه شويه في انتظار انه زادة نسمع جديد الفنان فؤاد بالشيخ اكيد، ونشوفوا زادة الكليب على الشاشه. نشوفوا مع بعضنا شنو هي الاغنيه. هرب قلبي وهرب. حبك ضرب قلبي وهرب. هرب بشيء يا ستارة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح سيرين. حلو برشا خصوصا كي نشوفوا أماكن من تونس الجميلة واللباس التقليدي متاعنا هكا بطريقة معاصرة. تعمدت في الكليب هذيا أني نلبس لبستنا التقليدية الموديرن فيها المعاصرة. ولا الكليب من كلمات وألحان حمودة الفليح، توزيع تحية لي كان ضيفنا حمودة، ناشط زادة حمودة تبارك الله عليه. إن شاء الله وليد ما شاء الله عليه موهوب جدا. توزيع مختار الكبسي، ابن ولاية الحامة معتمدية الحامة اللي هي زادة من أصولي، وإخراج مرتضى الغنوشي كيف ابن ولاية الحامة. دونك تحية اليوم يعني كلهم الحامة ولاية جيبس سامحوني يعني كلهم من الحامة من ولاية جيبس. ولاية جيبس معتمدية الحامة. وتحية خاصة جدا جدا المطماطة وأهالي تواجد القرية البربرية اللي فرحوا بينا يعطيهم الصحة. أهل الجود والكرم تحية. تلقاو الأغنية موجودة على قناتي باليوتيوب سيرين ميلاد SIRINE ميلاد، وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي ادخلوا واكتبوا لي رأيكم في كومنتير ياسر يشرفني ويهمني. يعطيك الصحة سيرين، إن شاء الله دائما متميزة ومتألقة هكا في الجو اللي واتيك. وتوا باش نجيو لفؤاد، فؤاد كان تحكي لنا على جديدك اللي توا باش نسمعوه مع بعضنا. كما قلت لك انا عندي من سلم سجلتها كيف باش نصورها. هذه توا بدينا بها وشكر لانيس العبسي مخرج انسان طيب ياسر ومحداه. الياس بن احمد زاده كيف حب نشكره اللي هو شجعني عليها الاغنيه هذه باش خدمناها. توزيع حلو باهي نسمعوها مع بعض. بتشجيعكم الفنان فؤاد بالشيخ تفضل. Thank you.
غزالك خدتني ومشيت في بعد التكويت يا الغالي في بعد التكويت فؤاد. يعطيك ألف صحة. كان هذا جديدك وإن شاء الله دائما نسمعوا بفؤاد يجدد التجارب حتى مع ملحنين وشعراء. التوزيع سامي معتوقي معنا موزع معروف كبير برشا وإن شاء الله قاعدين نقدموا إن شاء الله. فعملنا حاجات جدد أخرين زادة مودرن بالستيل اللي المطلوب زادة كيف كيف. أما ممكن تعرف الجو ديما اللي باش تقدموا للوزارة لازم يكون فيه مواصفات معينة. صحيح. باهي. قبل ما نجيو الجزء الثاني من دنيا فن مع كريمة باش نرجع للفن باش نطلب منكم دندينة دندينة. أنت باش تختار؟ حاجة من إنتاجك ولا حاجة عراقية ولا ما عرفتش شنو أكابيلا؟ الغنية ذي ياسر تعز عليا نحبها برشا وين ما نغنيها هكا سمعنا كلمات ياسر مسوني كلك ما أكمل Thank you.
وتحية لفرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور المبروك على غفلة. يعطيهم الصحة. خولة شنو دندن لنا؟ شنو تختار تغني لنا؟ أنا قلت كيفك أنت؟ إي فيروز. أنت فيروز من أجمل الأغاني. غني سمعنا. خلينا نسمع. يلا. أغنية رائعة للسيدة فيروز. كيفك أنت؟ شو اختار لنا؟ مستعد؟ ملا أنت مش تقول له خلص إيه داي؟ بس نعملوا موال وبعد نتصرفوا. هاي تصرف يا سيدي. يا سمعنا أطربنا. Thank you.
روحي فتاة بالعفاف تجملت يا عين وفي خدها حب من المسك وأقبلت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت أما تخشى وأنت إمام مقامك يا فريقي متام والمتام حرام صبرت سنين وأسيد من ظنف بعدك Thank you.
يعطيك الصحة يا فؤاد، شكرا ليك، شكرا لفرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور المبروك. ومباشرة إلى الجزء الثاني من الدنيا فن، من الفن للدنيا فن متاع كريمة. هذا هو، يعطيك الصحة نادية، شكرا فؤاد على هذه الرحلة. باش نمشيو رحلة أخرى، احنا تو باش ناخذوا طيارة باش نمشيو لهولندا، روتردام، المدينة الجميلة الهادئة اللي احتضنت فعاليات دورة جديدة من مهرجان الفيلم العربي في روتردام. الموعد كان من 30 مايو حتى 2 جوان، خلنا بعضنا في التواريخ. شفت دونك كانت فما مشاركه مهمه الحقيقه على المستوى العربي، برشا نجوم كيما بشرى، كيما احمد حلمي، كيما كذلك المشاركه التونسيه اللي كانت من خلال 3 افلام، كانوا فيلم المبين لنداء مازني حفيظ، وفيلم كذلك كواليس لعفيف بن محمود، اخراج مشترك بينها وبين خليل بن كيران، وكذلك ماء العين المريم جعبر. تونس توجت في هذا المهرجان من خلال أحسن فيلم نداء مازني حفيظ، وكذلك عفيف بن جميل محمود جداً. أحسن ممثلة. نحن كنا حاضرين، التلفزة الوطنية حصريا في هذا المهرجان كالعادة كريم، كالعادة وعدنا بهذه الصور. نخليكم تعيشوا الأجواء متاع المهرجان، وخاصة الأجواء التونسية اللي كانت اللي فيها عفوية. تتويج تونسي مشرف طبعا. نشوفوا الروبورتاج مع بعضنا ثم نواصلوا أجواء منوعة ليالينا. عسلامة عسلامة أخواتي وحبايبي كلكم، أنا المنشطة اليوم، أنا أقول لك المنشطة في تونس يقولوا منشط، منشط يعني مذيعة. مذيعة، أنت جاهز؟ إحنا شغالين دايرين؟ تاني عسلامة. كل دورة نحاول إنه نعطي صورة عامة بقدر الإمكان عن العالم العربي وآخر تطوراته عن طريق السينما والأفلام. وطبعا المهرجان مش فقط لعرض الأفلام، لكن كمان للقاءات، حوارات، نقاشات وموسيقى، وجود لبرنامج موسيقي. وطبعا الثقافة العربية بكل أشكالها متواجدة في المهرجان. أنا وجودي النهاردة كمكرم، مهرجان بيكرمني، بشكر المهرجان وإدارة المهرجان على التكريم ده طبعا. وكمان كان عندنا ندوة ماستر كلاس كده، قعدة خفيفة عائلية خطيرة، اتكلمنا فيها عن الفن والبدايات ووصلنا لإيه. وإن شاء الله الزيارة الجاية تبقى في تونس، والله نفسي أجي بجد، يعني لم يسبق لي الزيارة، بس إن شاء الله بإذن الله هتشرف ان انا اجي تونس باذن الله. سلام لكل حبيبنا في تونس. ما فماش حاجه احسن من فرحه النجاح الحق نتاع ربي، الكلنا فرحانين. انا ما لقيتش الكلام باش نتكلم اصلا، معناها كونت انا يو سو بري و جدي ميرسي للكيب نتاعنا الكل. احساسك بانه في استحسان كبير لفيلم هجان كم؟ صراحة أكون صراحة، صراحة أنا عجبني الفيلم، أنا أعتبره فيلم من أجمل فيلم نزل على السينما العربية، مو على مستوى السعودية، من زمان ما نزل بشيء بهذا المستوى، صح ولا لا؟ تفقي معايا؟ في دي روعة، في ده الأداء، في ده الكواليتي ما كان فيه. وأنا كنت متوقع أكيد حياخذ لأنه أسرني الفيلم حقيقي، تجربة وجدانية متكاملة، تجربة حسية، it really takes you. في فيلم تاني مشارك في مهرجان، فيلم باكستيج وأنت تحكي عن كواليس، تقول لنا ايه عن التجربه دي يا عفيف؟ لان انا عارفه وكنت مع سراكي في فتره قبل ما الفيلم يبتدي يلف ويدور في دورته المهرجانيه يعني، فانا حابه ان هو بيتعرض كمان هنا في روتردام. قولي لي ايه احساسك بقى؟ هو احساسي مع كيما انت شفت، مع كي انسان يخدم برشا على فيلم ويتعب، اهم شيء انه الفيلم متى ياخذوه مهرجانات ويتوزع ويتشاف ويوصل للجمهور. معناتها واحد اذا كان ما يوصلش فيلمه للجمهور، معناتها بعد التعب تاع 10 سنين خساره. كل عام وانتم بخير وبسلامه يا حلوين. باي. فلسطين حره.
يعطيك الصحة يا كريمة، يعطيك الصحة، لأنه من خلالك قديش اكتشفنا أنه الفنانين التوانسة قديش مشارفين تونس خارج حدود أرض الوطن بالفعل. على امتداد يعني الموسم في ليالينا تتويجات عديدة في كل المجالات الثقافية بالفعل. بالفعل، وهذه حاجة مهمة برشا، والحقيقة سواء التلفزة أو الإذاعة الوطنية مرحب بينا وين ما كنا الحمد لله. وعلى امتداد موسم كامل كما قلت نادي خليناكم كتعيشوا خاصة التتويجات التوانسة اللي البرة، وهذا مهم جدا لأنه يضيف للفنان كفنان ويضيف أيضا للبلاد، وما يحسش روحه وحده أكيد بتغطية الإعلامية طبعا متاع بلاده، يحس روحه اللي هو قد ما يقدم قد ما الإعلامي يواكب أكيد. هو به احنا قربنا الختام منوعتنا، مش نعود نرجع لكم في مقطع 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 أخير دون إطالة ونقفلوا مع بعضنا اكيد سيرين وخولة عملوا حاجه مع بعض. خولة شنو اخترتوا لنا؟ كلمه حلوه هكا ولا سيرين؟ كلمه حلوه يا بلدي، جميله جدا هذه الاغنيه حلوه يا بلدي، تفضلوا. كلمه حلوه كلمتي حلوه يا بلدي، برافو برافو خولة، شفتوا محلاها ها حاجة هكا تجي على الطاير على غفلة وعلى تونس ونهديوها لتونسنا الزينة تونس البيا. فؤاد شنو دندن لنا مقطع أخير؟ نعملوا حبيجة جديدة زادة جديدة شنو نعملوا؟ حاجة جديدة، أنا ماذا بيا نغني ديما الإنتاج خاص تاعي ميسالي شي، نسمعوا مع بعضنا مقطع. يا بعد ربي نموت عليها عذبني غرامها، كان صغير بين ايديها سلطانة في زمانها، تنسي نموت عليها
سوسيا نموت عليها بنزرتي نموت عليها نابلية نموت عليها يا محلى كلامها نمشي نخطو بماليها إن شاء الله نكون أحلالها كرهت السفر كرهت السفر كرهت السفر. يعطيك الصحة. شنو عنوانها الأغنية هذه؟ حلوة تغنى بالتونسية هذه يا بنت. نبحار ولد البحر باللي قطعت سبع بحور ماريت ذاتك حتى في بحر انت نجمة ولا قمر ولا حمامة من الياقوت قلب عشقها كره السفر. الله 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 الله. جديدة راهو كلمات وألحان هيثم بواب الموسيقار الكبير وصديقنا. الأغنية أي وتتغنى بالتونسية بنت بلادي نساء وبلادي نساء ونصف هكا ولا يا كريمة عمل جولة برشا خديك باش كل بلاد هكا أي هكا شوية وكما هم يجيون يقول لك بلدي الثاني أنا كل بلاد نمشي نقول بسوسية سباقسية نابلي. برافو يعطيكم الصحة. أنا كنت سعيدة جدا بوجودكم معايا الليلة صح. أكيد بظهور عبد الكريم بن صالح باش نحييكم. كلمة الختام نبدأ بك أنت سيرين. كلمة الختام نشكرك ندى برشا على الاستضافة الحلوة. مرحبا بك. أنا بنت الوطنية من قبل والوطنية ديما كانت تعطيني الفرصة باش نقدم إنتاجاتي الخاصة للجمهور من خلالها. تحية كبيرة لفرقة المايسترو أنور مبروك وكافة الأساتذة العاسفين اللي معنا الليلة. نشكر الزملاء. نشكرك أنت كريمة. الجمهور الحلوة ذي الليلة اللي عامل معنا جو. نشكر بسام هير ارت على الشعر وسيرين ميلاد على المكياج. يعطيك الصحة يا سيرين. حاجة أخرى. إي. أو ميرسي بوكو. حاجة أخرى نطلب من السيدة المشاهدين الكرام أنهم يدخلوا يعملوا طلع على الأغنيات بتاعي الموجودين في قناتي على اليوتيوب. ميرسي. قدم لكم تحية كبيرة. بالنجاح وبالتوفيق يا سيرين. وخولة كلمة الختام. أنا نحب نشكرك زيادة ندى على الاستضافة وإن شاء الله مراجعين تلفزتكم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله مراجعين نجيو بجديد كالعادة بحذيكم هوني كيف نحب نشكر الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أنور مبروك. نحب نشكرك أنت كريمة زملاء اللي بحذية وميرسي بوكو جمهور بتبيع. يعطيك الصحة يا خولة. نتمنوا لك كل النجاح والتوفيق. محليك ومحلى حضورك انت زادة وصوتك فؤاد. كنت سعيدة جدا بوجودك معي. نشكر التلفزة الوطنية خاطر بصراحة ما قيت قاعد نغني كان في الوطنية والحمد لله وسعيد جدا باش نكون نغني ديما في الوطنية. الحمد لله. شكرا لك انت شكر كل الزملاء وحتى ما تشكرناش هذا واجبنا يا فؤاد. هلا ركبي المناشطة اللي هي زادة كانت انسانة واحد ما يجمش ينساها اللي كانت هي سبب حلت لي برشا مجال في التلفزة الوطنية وكنت أنا إن شاء الله نورت. تحية كبيرة خويا أنور والعاسفين ممتازين أصدقائي وحبابي اللي نحبهم برشا. نحب نعمل تحية لبنتي اللي تعمل الدكتورة بتاعها في موريال إن شاء الله. إن شاء الله ربي ينجحها ويفرحك فيها كبير. إن شاء الله ربي يوفقها وربي ينجحها ونقول لها بوسة كبيرة برشا. هو تحية لعائلة بنتي. يعطيك الصحة يا فؤاد تأثر متوحش بنيته برشا. دموعك غالية فؤاد. شنو عادتها؟ تعرف اللي هي الوطنية راهي تقعد ديما كجسر التواصل ما بين تونس وأبنائها اللي في الخارج. بالحق ربي يفضلها وإن شاء الله تفرح بيها وإن شاء الله تشوفك ناجح كيف ما أنت تتمنى وتشوفها ناجحة كيف ما أكيد هي تتمنى. يعطيك الصحة يا فؤاد. شكرا ليك كريمة. يعيشك. شكرا ليك. شكرا أكيد ندى منوعة ليالينا على الوطنية الأولى سهرية السبت. أكيد ديما لما حلوة برشا مع كل المبدعين. هذه التلفزة دارهم الكبيرة الناس كل مرحبا بيهم. أكيد شكرا على الفرصة اللي أتيحت في خلال كل هذه المواسم باش هكا نكونوا حاضرين وننوروك. كفيت ووفيت يا كريمة. بالعكس شكراً. يعني الموسم الثالث ما شاء الله عليك. عايشك. محترفة. شكرا. ذكية.
جميلة عايشة أنيقة ونسية ونسية ما ننساش اليوم السرور مناعي في المكياج وماليكا في بارك الله عليك قدمت الإضافة وديما تقدم الإضافة وأنت بنت الجيل نتاعي اللي نفتخر به برشا بنت الإذاعة وقت اللي أنا كنت بنت قناة 21 وأكيد فما تكامل وفما انسجام مؤسسة واحدة أحنا بالضبط بالضبط يعطيك الصحة لدي سامحني لحظة برك نسيت ما شكرتش مومو على المكياج وتشغر صلى على روبا زينة ميرسي بوكو فكرتوني يعطيكم الصحة أنا كنت سعيدة بوجودكم معايا نحب تحية كبيرة برشا لفرقتنا الموسيقية بقية المايسترو أنور مبروك تحية اليوم جي جي كاسوس يعطيها ألف صحة الجمهور اللي حاضر معانا هكا وصلنا لختام ونوعتنا ما بقى لي إلا نقول لكم إلى اللقاء في الموعد القادم بإذن الله تصبحون على خير إلى اللقاء